لو فاكرين ان الحكايه بتاع جبل حرفه خلصت على كده، احب اقول لكم ان دي كانت بدايه البدايه، وان اللي جاي اسوأ بكتير. قبل ما نبتدي، اللي ما شافش اللي حصل من البدايه، اللينك فوق بتاع الحلقه اللي فاتت، اعرف اللي حصل وبعدين كمل معنا. حاطط على عينه القماشه اللي هي بتحكي بالضوء ديت ونايم، وانا قاعد هتجنن والموضوع اللي حصل مش قادر يفارق دماغي ولو ثانيه واحده. فبعدين بصيت له قلت له كريم انت نمت؟ قال لي لا لسه ما نمتش. قلت له كريم انت شفت الباب الحديد ودخلنا سوا وانا متاكد ان كان في واحد معانا في الايفنت اسمه فهد. فرد عليا هو حاطط البتاع اللي بتحجب الضوء دي على عينه ما شالهاش. قال لي ما تقلقش كريم وفهد في امان. فرحت لافف له قلت له يعني ايه فهد وكريم في امان؟ لقيته راح شايل القماشه من على عينه وبيبص لي وعينيه لونها كلها اسود وبتلمع. قال لي خلي الموضوع يعدي هما في امان. فجأة لقيت الطيارات تتهز جامد جدا وزي ما تكون بتتفكك من بعض في الجو. ابتديت ابص حواليا اشوف الركاب او اشوف حد من طاقم الطيارة اساله ايه اللي بيحصل. ما لقيتش اي حد في الطيارة وكلها غيري انا وكريم وبس. كريم كان بيبص لي بعينه اللي لونها اسود كلها ديت وانا مرعوب، مفيش حتة اروح فيها. الشباك على شمالي وكريم على يميني ومفيش حد في الطيارة غيرنا، وكده كده الطيارة حاسس انها بتتفكك. كريم كان بيبص لي مش بيبربش مش بيتحرك مش بيتكلم، ومنظره كان مرعب، ولما بكلمه ما كانش بيرد. في الوقت دوت انا كنت متاكد ان ده مش كريم، وان هو كريم ممكن يكون اتلبس واحنا في الجبل فوق وحد قدر يستحوذ على جسمه. في الوقت دوت ببص جنبي من شباك الطياره بشوف ايه اللي بيحصل. شفت الطياره بتقرب من الارض بسرعه رهيبه جدا لحد لما خلاص كانت ابتدت تلمس الارض. ساعتها عرفت ان دي النهايه، ومره واحده سمعت صوت صفاره قوي جدا لدرجة ان انا حسيت ان وداني هتنفجر. ساعتها حطيت ايدي على وداني ونور ابيض قوي جدا زي ما يكون نور فلاش بتاع كاميرا جامد فضل منور جامد في عيني قوي لدرجة ان انا ما كنتش قادر افتح عيني، وكل حاجة حواليا اتقلبت للون الابيض. ما بقاش في اي حاجة حواليا شايفها غير لون ابيض. فغمضت عيني ما قدرتش، النور كان قوي جدا. ومرة واحدة كل حاجة وقفت واللون الابيض ده راح وبقى مكانه اللون اسود وهدوء رهيب جنبي مفيش صوت. بفتح عيني لقيت نفسي لسه مرمي في الارض في الجبل، وايدي ورجلي كانوا بينزفوا جامد زي ما يكون وقعت من فوق الجبل. حاولت اقف في الاول بس وقعت ما قدرتش من كتر التعاوير والبهدله اللي كانت في رجلي، بس من الرعب حاولت اقف تاني. لما وقفت ابتديت ابص حواليا واشوف وادور على حطام الطياره بس ما لقيتش اي حاجه خالص. لثانية كده حاولت اجمع وافهم ايه اللي بيحصل بس ما كنتش مستوعب اي حاجة. ما بقتش عارف افرق ما بين الحقيقة والخيال، يعني الاحداث اللي حصلت لي ديت ان انا قابلت الشرطة وان هم خدوني وان رحت المستشفى ده كله كان خيال. ما بقتش فاهم، مش عارف اركز، مش فاهم ايه اللي بيحصل. بس الاحساس اللي جالي ساعتها ان احنا لسه ما نزلناش من فوق الجبل، واخر حاجة فاكرها ان انا وكريم كنا بنجري من فوق الجبل وكريم كان ورايا ومرة واحدة ما لقيتوش وانا اتزحلقت ووقعت. ساعتها ابتديت ابص حواليا وانده يا كريم يا كريم، بس ما كانش في اي حد بيرد والدنيا كانت ضلمه جدا ونور القمر لوحده ما كانش منور كفايه. ابتديت امشي واطلع تاني الجبل وابص حواليا يمين وشمال، قلت يمكن كريم وهو بيجري وقع، فكنت خايف لحسن وانا طالع ما اشوفهوش وهو واقع في الارض مغمى عليه او حاجه. ابتديت اطلع وحاول اركز وابص جامد قوي وانا طالع في الجبل يمين وشمال يمين وشمال. بس وانا ماشي ابتديت اسمع صوت طفل بيقول كلام بس من بعيد، ما كنتش سامع، الصوت كان بعيد قوي. ابتديت اتسند على الجبل وامشي بالراحه لان كانت رجلي متبهدله وما كنتش قادر امشي عليها اصلا، لحد لما من بعيد شفت طفل وفتح ايديه الاتنين. كانت الدنيا ضلمه جدا وما كنتش شايف كويس، فابتديت اقرب اكتر عشان اشوفه. كنت سامعه بيقول كلام بس مش فاهم هو بيقول ايه. ابتديت اقرب اكتر عشان اسمع هو بيقول ايه واشوفه بيعمل ايه، يمكن يقدر يوصلني لكريم. وانا بقرب في حذر الطفل ده ابتدت معالمه تظهر وابتديت اشوفه كويس في الضلمه. ده كان نفس الطفل اللي كان بيجري ورايا انا وكريم، كان قاعد بيقول طلاسم وكلام انا مش قادر افهمه ورافع ايده وقدامه حاجه في الارض. اما قعدت اقرب عشان اشوف ايه اللي قدامه في الارض دوت، المفاجاه ان انا لقيت كريم اللي كان قدامه. كريم كان نايم على ظهره في الارض والطفل دوت قاعد بيقول في طلاسم. كريم مفتح عينه، طفل مش لامس الارض وطاير سنه عن الارض، يعني كان قاعد في الهواء، حرفيا كان قاعد في الهواء. وكل ما الطفل دوت يقول طلاسم كريم يترعش جامد، كريم يترعش جامد قوي. حاولت اقرب منهم عشان ابعد الطفل دوت عن كريم واخد كريم وننزل بسرعه من فوق الجبل، بس ما كنتش قادر اتحرك، كنت حاسس ان جسمي ضعيف جدا مش قادر اقرب اكتر من كده. وكل ما اقرب زي ما يكون في حاجه بتزقني واروح واقع.
والطفل دوت قاعد لسه بيقرا على كريم ومش حاسس بيا خالص ولا كاني موجود. ابتديت ازعق واقول له سيبه سيبه ابعد عنه، بس هو ولا كانه سمع اي حاجه، هو مركز مع كريم. ببص حواليا لقيت في صخور صغيره، ابتديت اخد الصخور واحدف عليه، اخد الصخور اللي في الارض واروح حادف عليه. فجاه لقيت الطفل ده راح باصص لي بصه انا عمري في حياتي ما هقدر انساها، بصه كانت مرعبه جدا، وعينيه اللي كان لونها اسود اتقلبت مره واحده لاحمر وكانت منوره في الضلمه، يعني كان اللون الاحمر دوت زي ما يكون منور. وراح مشاور بايده عليا، وهو بيشاور بايده حسيت ان انا بطير ناحيته وبقرب منه بسرعه كبيره جدا، لحد لما لقيت نفسي جنب كريم وكريم بيبص لي في رعب. والطفل دوت كل لما يقعد يتكلم ويقول الطلاسم الاقي نفسي انا وكريم لا اراديا ببص له في عينه. كنت بحاول ابعد عيني عن عينه بس هو كان مسيطر على جسمي كله، كنت ببص له غصب عني، حسيت ان انا بغيب عن الوعي. ومره واحده ما حسيتش باي حاجه، صحيت من النوم لقيت نفسي في مكان واسع جدا كبير زي ما يكون وسط جبل، مرمي انا وكريم في الارض. ببص حواليا لقيت ناس اشكالها غريبه ومرعبه، الناس دي ما كانتش بني ادمين. اربعه منهم قربوا مني انا وكريم، واحد مسكني من ايدي اليمين واحد مسكني من ايدي الشمال، وكريم برضو نفس الكلام، وابتدوا يمشوا بينا. ابتديت احاول اقاوم اقول لهم احنا ما عندناش حاجه، احنا ما اذيناش حد، سيبونا. بس طبعا ولا كاني بعمل اي حاجه، هما كانوا اقوى مني بكتير جدا. بس الغريب ان كريم كان ماشي معاهم وكان مستسلم جدا وما كانش ولا بيحاول يقاوم ولا يعمل اي حاجه. انا في الاول كنت فاكره خايف او مدروخ، ابتديت انده عليه اقول له يا كريم قول لهم انك ما عملتش برضه حاجه، انت ساكت ليه ما بتتكلمش ليه؟ لقيته راح باصص في الارض. قلت له كريم انت عملت حاجه ومش قايل لي عليها؟ ما ردش عليا خالص. فضلوا ماشيين بينا الاربعه العمالقه دول لحد لما دخلنا في مكان تاني جوه الجبل برضه، مكان زي ما يكون قاعه اكبر ومكتوب طلاسم على الجدران بتاعه الجبل كله من كل ناحيه، وفي نار منوره في كل حته في اركان القاعه ديت، وفيها اعداد كبيره من المخلوقات اللي شكلها غريب ديت اللي هو انا مش عارف دول ايه. ابتديت ازعق انتوا عايزين مني ايه؟ انا فين؟ محدش بيرد عليا خالص. كنت سامعهم بيكلموا بعض بلغات انا مش قادر افهمها، لحد لما وصلنا لقفص في وسط القاعه ديت وحواليه دايره من النار كبير، كان جواه واحد كبير في السن زي ما يكون حاجه و50 سنه، وبنت من العشرينات 26 27، وفهد قاعد جوه القفص، كان قاعد في جنب وقاعد بيعيط جامد جدا، وعلامات الرعب والذعر كانت كلها على وشه. اول لما حطونا جوه القفص جريت على فهد، قلت له فهد انت كويس؟ انت بتعيط ليه؟ ايه اللي بيحصل لنا دوت؟ احنا فين؟ ما كانش بيرد عليا، كان قاعد بيعيط عياط هستيري وقاعد بيترعش. ابتديت اسال كريم يا كريم طب انت عملت ايه طيب عشان نوصل للي احنا فيه دوت؟ ما ردش عليا، قاعد برضه مرعوب وقاعد يبص حواليه. تقريبا انا الوحيد اللي جوه القفص دوت كنت بتكلم بصوت عالي والباقي كله قاعد ساكت محدش بينطق، لحد لما مره واحده قرب من القفص واحد شكله مرعب جدا، لونه اسود كله لونه اسود ودماغه مدوره، سنانه كبيره جدا وبقه نازل لتحت وطويل، وايديه ورجليه كمان طوال، وطلع شعر في كل حته في جسمه. راح قال اتقدم انت في محكمه الجن السفلي. انا اول لما قال لي كده جسمي كله تلج، قال لي لو ما سكتش هتتحول لفقر اجرب مقيد بالاغلال تحت الرمال. انا المنظر دوت رعبني، رحت جاري لورا بسرعه وقعد في اخر القفص في كورنر لوحدي وسكت تماما ما اتكلمتش. فهمت ان كل اللي موجودين في المحكمه ديت متجن. ابتديت ادقق في اشكالهم، منهم العملاق ومنهم الصغير واللي دماغه صغيره جدا عن جسمه ودانه طويله واللي اسنانه طويله، مفيش حد شبه التاني خالص، وكلهم اشكالهم مرعبه جدا وكلهم بيتكلموا لغه مش مفهومه. مره واحده الكل سكت وطلع واحد من العدم، وشه كده طول لقدام ودقنه طويله لتحت وعينيه مدوره وكبيره، وجسمه ما كانش كبير، كان جسمه صغير عن الاحجام اللي موجوده اللي انا شفتها. بدا يتكلم بلغه مش مفهومه وكل الجن اللي حوالينا شايفهم باصين له ومركزين معاه جدا، وبعدين ابتدى يتكلم باللغه بتاعتنا، قال لنا انتوا في محكمه الجن وكل واحد موجود هنا لسبب، ووجه كلامه لواحد من القاعدين مسجونين معانا، الراجل الكبير. راح قال اسمه بصوت عالي امر، فالراجل راح باصص له، راجل عجوز دوت، قال له انت استخدمت النجاسه والاعمال السفليه كتير جدا واذيت كتير من الجن الصالح عشان اعمالك، وده وقت القصاص ومحكوم عليك بالاعدام. الراجل قعد يصوت، ومره واحده دخل اتنين من العمالقه دول راحوا شايلينه من القفص واخدينه ومطلعينه بره، معرفش راح فين. ساعتها دمي نشف، ده اول واحد حكم عليه بالاعدام، ده ما بيهزرش. قلت تمام، يبقى انا كده يا هموت يا هيتحكم عليا هنا افضل موجود طول حياتي زي لما حكموا على فهد قبل كده، بس انا ما عملتش حاجه، معقوله ممكن اتاخد بذنبهم؟ القاضي بس بعد كده على فهد، وراح قال فهد
فهد اترعش وراح باصص له كده مره واحده في رعب جامد جدا، قال له انت ارتكبت ذنب كبير وكسرت رجل ملك من ملوك الجن. فهد قال له انا ما كنتش اعرف. قال له عذر غير مقبول، انت اتحكم عليك ان انت هتبقى في عالمنا لحد مماتك وطول فتره حياتك كخادم من خدام الملك وبالشكل اللي هو طلبه. فهد ساعتها ما قدرش يمسك اعصابه ووقع في الارض وقعد يعيط جامد، ومره واحده ابتدى جسمه يتحول، ابتدى جسمه ينكمش وظهره يقتب ودراعاته تكبر عن المستوى الطبيعي بتاعها، وتحول لون جلده للون الرمادي، وابتدى يطلع له شعر في جسمه كله، شعر اكرد مجعد، وتحول لمسخ شكله مرعب لدرجه ان انا خفت منه جدا. جه برضه واحد من العمالقه راح فاتح الباب وراح ماسكه ومخرجه بره، وما شفتش هو راح فين. البنت اللي كانت قاعده جنبي في القفص دي كانت بتعيط بطريقه هستيريه وبرضه زي ما يكون عملت حاجه كبيره. مره واحده القاضي راح قال كريم. كريم اتخض وبص، قال له انت استخدمت كتاب من كتب السحر وقريت فيه طلاسم انت مش عارف دي بتاعت ايه ولا ممكن تعمل ايه، واذيت واسيل بنت وزير مملكه الجن، ومن غير ما تقصد بسبب فضولك ضيعت نظرها وهي دلوقتي ما بتشوفش. احنا حكمنا عليك انك تعيش طول حياتك كفيف ويضيع نظرك زي ما ضيعت نظرها، وده لانك مش على علم بالطلاسم اللي قلتها، واحنا عارفين كده كويس، لكن ده لو كان بقصد منك كنا حكمنا عليك بالموت. ابتدى كريم يصوت ويقول انا ما كنتش اعرف، انا اسف، انا مش هعمل كده تاني. بس خلاص الحكم كان اتاخد، ابتدت عينيه يبقى لونها ابيض، وابتدى النني دوت يروح، وابتدى اشوفه يحط ايده على القضبان مش شايف، وقعد يصوت انا مش شايف انا مش شايف. راح واحد من العمالقه دور فتح الباب وراح ماسكه ومطلعه بره. ساعتها ما كانش فاضل غيري انا والبنت دي. مره واحده راح قال سليمان، ومن خوفي كنت قاعد بترعش ومش عارف اتكلم مع ان انا ما عملتش اي حاجه. القاضي قال لي انا عارف ان انت مالكش ذنب في حاجه وما عملتش اي حاجه ولا اذيت حد مننا، وانت اكيد بتسال سبب نزولك هنا ليه. قعدت اقول له وانا صوتي مرعوب وبترعش، قلت له انا ما عملتش حاجه فعلا، انا موجود هنا ليه؟ قال لي انت شفت اسرارنا كلها وعرفت عننا حاجات كتير، وده مش بالسهل، بس عشان انت بريء احنا عفونا عنك، لكن لو قلت لأي حد أي حاجة من اللي انت شفته اعرف ان انت هتتأذي، ومش أذى عادي، أذى كبير، احنا حواليك في كل مكان، واحذر مخالفة القواعد. فرديت وقلت له انا مش هقول لأي حد خالص أي حاجة انا شفتها، بس اطلع من هنا انا وكريم. القاضي راح باصص لي وقال لي هتخرجوا بس هتقعدوا ليلة واحدة لحد لما الشمس تغيب، بعد غياب الشمس ساعتها هتقدر تطلع فوق على السطح، واحذر مخالفة القواعد. لآخر مرة هقول لك ما تتكلمش مع حد في اللي انت شفته. هزيت راسي ان انا موافق. القاضي راح قال كاسر. جه واحد عملاق شكله مرعب بعين واحدة في وسط دماغه وعنده أربع إيدين. القاضي راح قال له خدهم لغرفة الصعود. ابتدى يتحرك ناحية القفص وراح فاتح باب القفص وراح مخرجني، وابتدى يمشي وشاور لي ان انا امشي وراه. ساعتها بقيت وانا بترعش بمشي وراه وانا مرعوب لحد ما طلعنا بره القاعه ديت. اول لما طلعنا بره القاعه ديت لقيت كريم مرمي في الارض وقاعد بيعيط. جريت عليه وقلت له كريم ما تخافش انا معاك، وعيني قاعده بتدمع من منظر كريم وهو مرمي في الارض ومش شايف حاجه وان هو بقى كفيف. ابتديت اسنده ونمشي ورا كاسر زي ما اتقال لنا عشان نوصل لغرفه الصعود. ابتدينا نمشي في ممر طويل في فتحات يمين وشمال يمين وشمال. في الوقت دوت شفت طفل انسي زينا عنده حوالي 10 سنين بيجري في الممرات وبيبص علينا من بعيد، بس محدش كان بيجي جنبه خالص ولا بيتكلم معاه، لحد لما وصلنا الفتحه فيها زي باب حديد كبير فتحه وراح مدخلنا جوه وقفل علينا. بقيت انا وكريم لوحدينا. سالته قلت له كريم انت عملت كده ليه؟ قال لي انا السبب انا السبب، وهو بيعيط ومنهار، بس انا ما كنتش اعرف ان انا لما اقرا في الكتاب دوت ممكن يحصل مشاكل كبيره كده. ما بقتش عارف اقول له ايه. قعدت اقول له خلاص يا كريم انت ان شاء الله هتتحسن، ان شاء الله هتبقى كويس. بعد فتره طويله انا مش عارف طبعا قد ايه، ما عنديش خلفيه بالوقت خالص، لقيت الباب بيتفتح، دخل علينا الطفل الصغير دوت وقال لنا انا اللي مسؤول عن عمليه الصعود بيكم. كان في دماغي 100 سؤال للطفل الصغير دوت، انت مين ووصلت لهنا ازاي وازاي بقى عندك القوه بالحاجات دي؟ بص لي زي ما يكون قرر الكلام اللي جوه دماغي كله وقال انا هجاوبك على اسئلتك. فقلت له اسئله ايه؟ قال لي الاسئله اللي في دماغك دلوقتي. قال لي انا اسمي فايز ومن عيله ثريه جدا من السعوديه، وابي كان عنده مجموعه شركات كبيره جدا بعد ولادتي بثلاث سنوات، امي جالها مرض خبيث جدا وما كناش عارفين ده ايه، حتى اعظم الدكاتره والمستشفيات ما قدروش يشخصوا المرض ده ايه، وكله كان بيقول ان مفيش امل، لحد ما خادمه من الخدم كانت افريقيه اقنعت امي ان حد عمل لها سحر اسود وهو ده اللي مخلي الدكاتره مش قادرين يشخصوا حالتها، وان هي تعرف واحد يقدر يحل لها مشكلتها ديت، بس روح مقابل روح.
ساعتها أمي ما كانتش فاهمة وسألتها يعني إيه روح مقابل روح، قالت لها هو الراجل قال لي كده، إجاباتك كلها عنده. أمي من كتر التعب والألم وافقت وقالت لها خلاص، فين الراجل ده وإحنا نروح له؟ قالت لها الراجل دوت قاعد فوق الجبل وهو راجل مبارك وعنده قوة ونفوذ من الجن كبيرة وهو الوحيد اللي هيقدر يساعدي. ساعتها أمي وافقت من كتر التعب والألم اللي هي كانت فيه، ما كانتش قادرة تتحمله. قالت لها الميعاد واليوم بعد 4 أيام عند اكتمال القمر. ساعتها أمي وافقت في الوقت المحدد وهي راحة معاها، قالت لها لازم تجيبي ابنك معاكي اللي هو أنا. قالت لها جيب ابني ليه؟ قالت لها الراجل طلب مني كده. كانت أمي ساعتها بتتعلق بأي حبل، قالت لها حاضر. خدتني على إيدها وطلعنا الجبل هنا. أمي كانت تعبانة جدا وهي بتطلع الجبل، وأنا على إيدها ما سابتنيش ثانية. وفوق اكتشفت إن مفيش حد وإن هي والست ديت لوحديهم، والست ديت كانت ساحرة. أمي من الصدمة ما قدرتش تتحرك، وقعت في الأرض. ساعتها ابتدت الست ديت تستحضر الجن السفلي وطلعت سكينة وجريت عليا ومسكتني وقالت لها روح مقابل روح، أنت وافقتي. ساعتها أمي ما قدرتش تستحمل وقامت وحضنتها ونطوا من فوق الجبل وضحت بنفسها عشاني. هامس من ملوك الجن شافني وخيرني ان اعيش معاهم او افضل فوق الجبل لوحدي. كنت خايف جدا ساعتها، وافقت وعشت معاهم واداني قوة كبيرة زي ما انتوا شايفين. بعد ما خلص الطفل حكايته دخل واحد شكله غريب قال ده معاد خروجكم دلوقتي، وافتكروا انت وكريم ان القاضي بيحذركم تاني من ان انتوا تتكلموا في حاجة. ساعتها هزيت راسي ووافقت. الطفل مرة واحدة ابتدى يرفع ايده وابتدت الأوضة اللي احنا فيها ديت احس ان هي بقت عاملة زي الفرن لدرجة ان انا حسيت ان جلدي هيسيح، وابتدت الارض والحيطان تتهز من جنبي جامد. ساعتها بصيت على الطفل دوت لقيت عينيه قلبت احمر وبقت شكلها عاملة زي عيون التعابين ومنورة جامد، وكل حاجة حوالينا ابتدت تتقلب للون الاحمر. بعد كده ابتدى دخان يطلع من حوالينا في كل حتة، وابتديت اسمع اصوات صريخ وصويت جامدة جدا، وابتديت افقد الوعي. بس قبل ما افقد الوعي سمعت الطفل دوت وهو بيقول حاجة. ابتديت اركز عشان اسمع الطفل ده بيقول ايه. ابتديت اركز جامد، سمعته بيقول لي ان انير شمعة لترى بها في الظلام، فاذا حل الظلام فلا رجوع. قالها مرتين وبعدها غبت عن الوعي تماما. لما ابتديت افوق لقيت نفسي مرمي انا وكريم عند مطلع الجبل. ابتديت اقوم من على الارض وابص حواليا لقيت في عربيات كتير قوي، بس كانت بعيد، بس دي كان شكلها عربيات شرطة. كريم كان لسه واقع ما كانش فاق. ابتديت انده انجدونا انجدونا. لقيت العربيات دي ابتدت تيجي علينا بسرعة وزي ما يكونوا كانوا بيدوروا علينا. لما قربت كانت فعلا عربيات شرطة، بس ساعتها ما كنتش قادر اقف على رجلي، وقعت في الارض واغمى عليا تماما. فقت على صوت حد بيقول لي الحمد لله على السلامه. كانت عيني مزغلله في الاول، وبعدين ببص لقيته الدكتور. فقلت له انا فين؟ قال لي ما تخافش، اهدى انت في المستشفى. ساعتها حسيت بالامان جدا. ببص جنبي لقيت ضابط شرطه وممرضات قاعدين. قال لي ما تقلقش، انت الحمد لله ما عندكش كسور خالص، بس عندك كدمات كتير زي ما يكون وقعت جامد. سالته عن كريم، قال لي كريم عنده شرخ بسيط في دراعه، بس هو دلوقتي خلاص احنا خدنا معاه اللازم وهيبقى كويس. فقلت له طب وعينيه يا دكتور؟ قال لي لا، عينيه ده هي مولود بيها كده، ده عيب خلقي عنده. وانا سالته وقال لي ان المشكله دي عنده من زمان. فقلت له من زمان ازاي؟ هو قال لك كده؟ قال لي اه. ساعتها افتكرت صوت القاضي بتاع الجن في ودني وهو بيقول لي احذر انك تتكلم في حاجه من اللي شفتها، فسكت في ساعتها. خرج الدكتور والممرضات من الاوضه وما بقاش في غيري انا والظابط. الظابط قال لي الحمد لله على سلامتك. قلت له ربنا يخليك. قال لي ايه اللي حصل احكي لي. قلت له احنا كنا قريبين من المكان دوت وكنا سمعنا ان جبل حرفه فيه جن وحاجات زي كده، فكنا عايزين نطلع بصراحه فضول يعني. ولما طلعنا كريم اتزحلق وانا وقعت معاه ففقدنا الوعي. قال لي لكن ما حصلش اي حاجه غير كده. قلت له لا ما حصلش حاجه غير كده. قال لي وكان في واحد معاكوا اسمه فهد خرج معاكوا وركب معاكوا؟ قلت له لا انا ما اعرفش، ما حدش ركب معانا، كنت انا وكريم لوحدينا. قال لي لان في واحد متغيب اسمه فهد ومش لاقينه خالص. قلت له لا انا ما اعرفش، انا وكريم لوحدينا. قلت له طب هو في حاجه؟ قال لي في ان انتوا متغيبين بقالكوا 3 ايام، انت وكريم واحد اسمه فهد، وفهد دوت لحد النهارده مش لاقينه، ولما انتوا تغيبتوا الشركه بتاعتكوا بعتت للسفاره والسفاره بعتت لنا وبعتنا دوريات في كل حته، احنا لقيناكوا بس مش لاقيين فهد ومحتاجين نعرف ايه اللي حصل، في حاجه غير كده حصلت ولا هو ده بس اللي حصل؟ قلت له هو ده بس اللي حصل وده اللي انا اعرفه. بص لي بصت اللي هو مش مقتنع، قال الحمد لله على سلامتك وراح قايم وماشي. الشركه بتاعتي اتصلت بينا عشان تطمن عليا انا وكريم، وقالوا لنا ان هم سايبين لنا التيكتس في الاوتيل عشان نقدر نرجع، ومدوا لنا كمان يوم. تاني يوم خرجنا من المستشفى انا وكريم، ابتديت اسند كريم طبعا ما بقاش بيشوف لحد لما وصلنا الاوتيل. دخلت اوضته وقلت له كريم انا هخش هاخد شاور بسرعه واجهز شنطتي واجي اساعدك في تجهيز شنطتك. دخلته قعدته على السرير وبعدين رحت على اوضتي عشان اجهز شنطتي، ما كانش في وقت خالص.
خدت شاور وطلعت بسرعه البست وداخل ببص في المرايه عشان اتسرح، ما شفتش نفسي في المرايه، اترعبت. جريت على الحمام ببص في مرايه الحمام برضه ما شفتش نفسي، كنت مرعوب جدا ومش فاهم اي حاجه. جريت على اوضه كريم خبطت عليه جامد، لقيت كريم فتح لي الباب وبيبص لي بيقول انت بتخبط كده ليه يا سليمان؟ قلت له كريم انت شايفني؟ قال لي انت جاي تهرج؟ ايوه شايفك، وانجز والبس بسرعه عشان فهد قاعد مستنينا في اللوبي تحت وعايزين نروح مكه. يا ريت يا جماعه لو الحلقه عجبتكم ما تنسونيش في لايك وسبسكرايب، واهم حاجه الشير، محتاجكم تقفوا جنبي للمليون، وانا متاكد ان احنا هنبقى مليون واحد جوه الكابوس، وهنبقى جيش كبير، احنا جيش الكابوس. وبشكر كل واحد ساعدني وبيحاول يشاركني في نجاح الكابوس دوت. وفعلا اللي بسطني قوي قوي ان كل الناس المشتركين معانا في الكابوس دوت كلهم ناس مثقفه وراقيه، بجد ناس نظيفة. انا عايز اقول لكم ان في ناس كتير بتساعدني وهم مش عايزين اي حاجة، وده في حد ذاته النجاح. مع بعض للمليون، اشوفكم على خير الحلقة الجاية.